لامين يامال مراهق مغربي الأصل يلقب بميسي الجديد في برشلونة. ليس من السهل أن يصبح لاعب حديث العالم في 15 من عمره، خصوصا وأن ذلك الأمر حدث منذ سنوات مع ليونيل ميسي في بدايته. لامين يامال شارك مع الفريق الأول لبرشلونة لأول مرة في مباراة رسمية، والتي جمعت بين البارسا وريال بيتيس لحساب الجولة 32 من الليغا. تلك المشاركة جعلت يامال أصغر لاعب يشارك مع برشلونة في الليغا، وخامس أصغر لاعب يخوض مباراة في تاريخ الدوري الإسباني بعمر 15 عاماً و290 يوماً. المدير الفني لبرشلونة تشافي هرنانديز وصفه باللاعب الاستثنائي، وأكد أنه يشبه ليونيل ميسي وأنسو فاتي في موهبتهما الفطرية، كما أنه يسبق عمره بكثير ويتمتع بقدرات فنية رفيعة. المراهق الإسباني ولد في إس بلوغيس ديو بريغات، وهي بلدة صغيرة بإقليم كاتالونيا لأم غينية وأب مغربي، ويعد أحد أهم مواهب أكاديمية لاماسيا في السنوات الأخيرة. لا يسمح برشلونة للاعبي الأكاديمية الساكنين في المدينة أن يعيشوا في لاماسيا، ولكن تم استثناء لامين خوفا عليه بسبب انفصال والديه. ما يميزه هو أن لديه القدرة على اللعب في أكثر من مركز، حيث أنه يمتلك قدماً يسرى ساحرة، ويمتاز بالمراوغة والصناعة والتسجيل، ويستطيع اللعب في العمق كمهاجم وهمي وصانع ألعاب، أو على أحد الجانبين كجناح أيمن وأيسر، لذلك شبهه كثيرون بالأسطورة ليونيل ميسي. يامال يستعد لطرق أبواب الاحتراف بعد أن غير وكيل أعماله ليصبح خورخي مينديز، البرتغالي الشهير الذي صنع رحلة كريستيانو رونالدو الأسطورية. هذه الخطوة من المفترض أن تؤتي ثمارها، خاصة وأن اللاعب يعاني من مشاكل انضباطية تسببت في أكثر من عقوبة تأديبية في برشلونة وحرمانه من المشاركة مع منتخب إسبانيا للشباب. المواسم الخمسة التي قضاها في أكاديمية لاماسيا جعلت تشافي هرنانديز يراهن عليه ويبدي إعجابه بموهبته أكثر من مرة، ويصر على استدعائه للفريق الأول قبل إتمامه لعامه 16. وبعد العديد من الحصص التدريبية مع الفريق الأول، يقرر أخيراً الدفع به في مباراة رسمية بمنافسات الليغا. الخطوة المنتظرة هي توقيع أول عقد احترافي له مع برشلونة، لكن على النادي انتظار بلوغ الفتى الموهوب عمر 16 عاماً، وهو ما سيتحقق بنهاية الموسم الحالي.